حبيت فكرة هذا الموقع يا جماعة. الموقع بداية اسمه cleanup.pictures، هحط لكم الرابط في الديسكريبشن أو في الكومنتس حتى ما تتغلبوا فيه. فكرة الموقع بكل بساطة بمكنك من أنك تضيف أي صورة، وأي جزء في هاي الصورة ما كنت بدك إياه يظهر ممكن تحذفه بكل بساطة وبشكل سليم. ونعطيك طبعا مثال على هاي الصورة. طلع في فرجار، وفي كأنه إيش كمان، فرجار وقلم، شالهم بكل بساطة. صور كل اللي عليك انك تيجي تعمل امبورت لصورة او دراج اند دروب لصورة معينة. فانا راح اجي اكبس هون كليك ونجيب صورة الي هون. انا مثلا هذا انا اخوكم بكل بساطة، مثلا مش حابب هاي اللي هي على الجرافي، فممكن اجي اكبس هيك نشوف بشيلها. والله شالها. ممكن القلم هاي الازرق اللي مبين عندي هون في جيبتي مش متناسب يعني طالع لبرا، بشيله. والله بشيله. البوكس اللي فوق راسي هنشوف بشيله. كلام كبير. شو ممكن نغير كمان؟ شوف والله لو حاولت اشيل السكسوكي ممكن، ولا بس الاشياء اللي ما بديها تظهر بالصورة. هنجرب ممكن نغيرها. اذا بغير as much as you want. موقع لطيف جميل، وممكن طبعا تعمل داونلود وبدقة عرض اتش دي الى اخره، او تعمل بريفيو للصورة. يا رب انه عجبكم. تحياتي لكم جميعا.